أصبحنا لا نستطيع الجلوس في غرفة لوحدنا مع أفكارنا، لأننا حينها إما نفكر بالماضي أو المستقبل، فنتوتر ويصاب بعضنا بالحزن والضيق، فمباشرة نحمل هواتفنا هربا من تلك الأفكار المزعجة ونبدأ بمتابعة المحتوى هناك، ونستمر في رفع الشاشة للأعلى حتى نهدأ، معتقدين أننا نهرب من تلك الأفكار المزعجة، ولكن الحقيقة نحن نهرب إلى سبب حزننا الحقيقي وهمنا وضيقنا. لا تهتم، هذا صوت اهتزاز من الفيديو وليس من هاتفك، ولكن هل لاحظت كيف تلفت فجأة؟ لهذه الدرجة أصبحنا متعلقين بهواتفنا. لذلك ما رأيك أن ننظر لهذا الأمر من زاوية مختلفة؟ عدد سكان العالم هو 7.8 مليار نسمة، 60% من هذا العدد من الناس يستخدمون الإنترنت، النصف الباقي من العالم لا يستخدمون الإنترنت، لأنك تعرف ربما أطفال رضع أو كبار في السن أو سجناء أو أماكن لا يوجد بها إنترنت حتى إلى آخره، يعني نصف العالم يستخدم الإنترنت يوميا ونشط، وأنت من هذا النصف طبعا بما أنك تشاهدني. هذا النصف يملك الشخص العادي به حسابات على أكثر من 5 مواقع تواصل مختلفة، أعتقد أنت تملك أيضا، تقضي بها ما يقارب من ساعتين ونصف يوميا عليها، على فرض أنك تنام 8 ساعات فأنت تقضي 15% من حياة اليقظة لديك مع الأسف. صحيح، يعني لو بحسبة بسيطة يقضي العالم أكثر من 10 مليارات ساعة يوميا على مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا يعادل نحو 1.2 مليون سنة من عمر الوجود البشري، ولك أن تتخيل. الغريب بالنسبة لنا في هذه الحلقة أن 91% من مستخدمي وسائل التواصل يصلون إليها عبر هواتفهم النقالة، يعني بالمختصر أنت تحدق في شاشتك يوميا ساعتين ونصف. إذا المقطع هذا مدته يا رجل 8 دقائق، ولكن اهدأ وركز وخذ نفسا عميقا واسأل نفسك أين المشكلة في ذلك أن أقضي كل هذا الوقت على الهاتف في الضوء الأزرق. ضم قصف جبهات. كيف؟ الضوء الأزرق المنبعث من شاشة هاتفك إلى عينيك ساعتين ونصف يوميا هو المشكلة. هذه العين وهذا الهاتف كما تشاهد، الضوء المنبعث منه يذهب إلى خلايا مستقبلات الضوء الموجودة في الريتينا في عينك. لو عملنا زوم مجهري هنا سنجد 4 أنواع من الخلايا. الثلاث الأولى تسمح لك برؤية الألوان في النهار، والخلية الرابعة تسمح لك بالرؤية الليلية بدون ألوان. هنا هذه الخلايا عندما تتفاعل تقمع هرمون النوم، لذلك عندما تشاهد اللون الأزرق لا تستطيع النوم، أو عندما تكون عينيك مفتوحة مثلا بسبب الضوء لا تستطيع النوم. صحيح، عندما تنظر لشاشتك في الليل وبسبب الضوء الأزرق القادم من شاشتك لعينيك فأنت تقمع هرمون النوم، وبالتالي تشعر بالأرق ويصبح لديك مشاكل في النوم ومشاكل في الاستيقاظ صباحا. هل أنت كذلك؟ لذلك في هاتفك يوجد وضع اسمه الوضع الليلي، عندما تضعه يتحول لون الشاشة من اللون الأزرق إلى الأصفر. صحيح، هذا الوضع موجود في الهواتف لحل المشكلة نوعا ما. قبل أن نكمل، ضع هاتفك الآن في الوضع الليلي وأبقيه هكذا أفضل لعينيك. هل هذا فقط ما يؤثره الهاتف علي؟ لا، التعرض للضوء الأزرق يزيد أيضا من خطر الإصابة بالتنكس البقعي، يعني مع الوقت تصاب بحالات رؤية بها بقعة مثل هكذا. لذلك ظهرت نظارات خاصة لتصفح الهواتف والأجهزة الإلكترونية، وبغض النظر عن فعاليتها المخاطر من تصفحك لمدة ساعتين ونصف يوميا كثيرة، كتلك الدراسة التي جاء فيها أن استخدام الهاتف لمدة تزيد عن ساعتين يوميا يزيد من خطر الإصابة بالشيخوخة الرقمية، وهو مصطلح يشير إلى الإصابة بشيخوخة البشرة المبكرة بسبب التعرض المستمر للضوء الأزرق الذي يضعف ألياف النسيج الضامي مهمة مثل الكولاجين، ومن ثم تفقد البشرة مرونتها وتترهل وتصاب بالجفاف. من الغريب أننا نتكلم عن شيء يؤذينا بالفعل ومستمرون بفعله من خلال مشاهدتي. ياك أن تغلق الهاتف. بغض النظر عن تأثير الهاتف على العين والنوم، ألم تسأل نفسك لماذا عندما تشعر بالحزن أو الكسل تذهب إلى هاتفك مباشرة وتفتح تطبيق التيك توك أو الريلز في الانستغرام أو الشورتس في اليوتيوب وغيرها من المواقع التي بها مقاطع قليلة المدة سريعة التنقل؟ باختصار، أنت بتنقلك بين تلك المواقع تشعر بالرضا والمتعة، فأنت تبحث عن جرعة دوبامين لكي يتعدى الميزان. في مقال على موقع فوربس جاء فيه أن مستخدمي تيك توك يجدون أنفسهم في حالة الدوبامين الممتعة هذه ويستمرون في المشاهدة لساعات طويلة دون إدراك الوقت. هذا الإدمان عزيزي هو من جعلك كسول ومكتئب في نفس الوقت، فأنت فعليا لا تهرب من حزنك لها، بل أنت تهرب فعليا إلى سبب حزنك الحقيقي. أنت في العادة عندما يأتيك إشعار على هاتفك منطقتين في الدماغ تعمل، هما الفرونتال كورتكس والباريتال كورتكس، يعملان بشكل متعاكس ومعا. كيف متعاكس ومعا؟ هو الدماغ يا صديقي، لا أحد يفهمه. يعني منطقة الباريتال تميل إلى كل شيء به متعة وجهد أقل، بينما منطقة الفرونتال تميل إلى العكس وتميل لكل شيء به تخطيط وجهد وتركيز. لذلك نحن نفقد تركيزنا إذا حدث خلل في هذه المعادلة بين المنطقتين. يعني لو شاهدت الهاتف كثيرا وجعلت منطقة الباريتال تعمل أكثر ستفقد تركيزك. يعني من المهم أن تبقي منطقة الفرونتال هي المسيطرة من خلال التقليل من استخدام هاتفك، وعليه تبقى مركزا. طبعا أن تجعل منطقة الفرونتال هي المسيطرة أمر ليس سهل إطلاقا. لذلك في مسألة التركيز
التركيز أنت أمام حلال، إما أن تتوقف عن استخدام الهاتف وهذا أمر مستحيل. لذلك نجد من الحلول أن تستخدم جوال من العصر الحجري لمدة معينة، وأشخاص كثر طبقوا هذه الفكرة سواء من المؤثرين على موقع التواصل الاجتماعي أو غيرهم من الناس، وهذا أمر لا أفضله شخصيا، لأنك إذا تريد أن ترسل رسالة تحتاج شهر وأنت تكتب بها. لذلك كنت إذا واجهت مهمة أحتاج أن أنجزها بشكل صحيح 100% كنت أنظر إلى الهاتف على أساس أنه عدو. ولكن الحل الثاني هو أن تحفز تركيزك باستخدام الهاتف نفسه، بما أننا يعني لا نستطيع التخلي عنه، وذلك بكتابة كل شيء على التقويم على سبيل المثال. على المستوى الشخصي كل المهام التي يتوجب علي إنجازها لا أتركها لدماغي لكي يتذكرها، لأنني أعلم أن تذكرها صعب ربما أنسى بعضها، فأقوم بكتابتها على تطبيق التقويم في التاريخ الذي يتوجب علي إنجازها به، وهكذا تعمل على تنظيم تركيزك لبعض المهام. لو أخذنا الدراسة أيضا كمثال، قبل أن تبدأ بالدراسة ضع الهاتف على تطبيق المؤقت وعين مثلا 20 دقيقة دراسة، هكذا لن تضطر إلى ترك الكتاب في فقرة مهمة أنت تحفظ بها لكي تتصفح هاتفك، لأنك ترى أمامك أنك بعد 20 دقيقة ستتصفحه. ولكن الحل الأمثل لزيادة تركيزك والتقليل من استخدام الهاتف هو أن تقلل من استخدامه على فترات زمنية طويلة وليس بشكل مفاجئ. انتهت الحلقة، ولكن يعني أمر أخير أود أن أنظر له من زاوية مختلفة إن سمحتم لي. نحن قلنا في بداية الحلقة أنك تشاهد هاتفه في المتوسط ساعتين ونصف يوميا. لو افترضنا أن كل 5 دقائق من هذا التصفح تشاهد شيء به أمر محرم، مثلا صورة عارية أو مقطع فيديو لفتاة ترقص كما هو الحال في أغلب التطبيقات وبالخصوص تيك توك، ستكون يوميا قد شاهدت 30 مقطع محرم، شهريا ستكون قد شاهدت 900 مقطع محرم، سنويا 10800 مقطع محرم، وكل هذا في ميزان سيئاتك والعياذ بالله. طبعا أعتقد أن هذه الأرقام قليلة جدا 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 مقارنة بالواقع. لذلك نعود المحور الأساسي، وهو أن شبكة الإنترنت هي سلاح ذو حدين، ينبغي على المسلم أن يستخدم ما ينفعه بها، وإذا كان بتصفحه سيزيد سيئاته فالأولى له التقليل منها من باب التقرب إلى الله عز وجل، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه كما جاء في الحديث الشريف. وقال صلى الله عليه وسلم لا تتبع النظر النظرة فإن لك الأولى. ولكن كيف ستتبعها وأنت تستمر في رفع الشاشة للأعلى وبتصفحك لتطبيقات أنت تعلم علم اليقين أنك ستجد بها ما يجرح حياؤك؟ في النهاية شاركني برأيك في مكان التعليقات، وإذا أعجبك المقطع لا تنسى الإعجاب به، ودمتم في أمان الله.